بدايه عمري يمكن 12 سنه، عمري 12 سنه دخلت في المدرسه، كان يعني مدرس لعبنا سله، تعلقت فيها اللعبه السله هاي وحبيتها، حبيت اني انا اطور من نفسي باللعبه. البطوله الاقليميه كانت في ابو ظبي، كانت هذه اول بطوله حقي لاصحاب الهمم. يلا تعطيك حافز، يعطيك حماس لنفسك وصحتك اول شيء. انا فيني اعاقه ذهنيه، اعاقتي هاي اني مش ما اقدر العب، لا اقدر العب واقدر اتحرك واكون احسن واخليهم هم احسن بعد. الاولمبيات الخاص تعرف ان في كم هائل من اللاعبين كلهم موجودين، في تحدي، يعني لازم انت تكون تطور نفسك، تكون جاهز لهالشيء، ترفع اسمك اسم بلادك، دائما نطمح للمركز الاول.